حينما لا تستسلم المرأة لواقع فرضه مجتمعها عليها، تبدي إرادة صلبة لأن تكون فعالة في تغيير ذهنية هذا المجتمع. ميديا محمود، الفتاة الكردية المنحدرة من مدينة القامشلي السورية والتي عاشت بداية حياتها مع والديها خارج الوطن، عادت إليه ودرست الأدب الإنجليزي في جامعة دمشق، مشاركة في نشاطات ثقافية ومجتمعية عدة قبل خروجها مرة أخرى صوب المهجر. بآخر سنة 2011 وصلت لهون لألمانيا. بصراحة واجهتني كتير ظروف صعبة لأنه ما قدرت أخذ الإقامة لثلاث سنين ونص، وما كان لنا حق بهالثلاث سنين ونص أنه لا ندرس لغة ولا حتى نشتغل، بس برغم هيك تواصلت مع كتير من المنظمات الألمانية وشاركت معهم بكتير نشاطات، وهذا الشيء خلاني أني أتعلم اللغة وكمان أتعرف على المجتمع الألماني. تقيم ميديا في ألمانيا منذ نحو 8 أعوام، واجهت صعوبات جمة متعلقة بقوانين اللجوء وغيرها، لكنها تجاوزت كل ذلك رغبة منها في تفعيل دورها كفتاة ناشطة في المجال النسوي وأيضا الثقافي وتعزيز مكانة المرأة بالشكل اللائق بها. بعد ما أخذت الإقامة دخلت أكتب الحياة العملية. اولا بلشت شغل مع منظمه ازدينا، وهي منظمه معنيه بتوثيق انتهاكات اللي بتصير بحق الشعب الكردي بشكل عام والايزيدي بشكل خاص. بعد مشروع ازدينا اجى مشروع مجله زهره الزيتون، واللي كنت من مؤسسين المجله. طبعا مجله زهره الزيتون هي مجله بتعنى بكثير قضايا، بس بالاخص قضايا الاندماج والقضايا المتعلقه بالمراه ركزنا عليها كثير. عملها في الصحافة والثقافة المجتمعية مكنها من تثبيت مقولة المرأة تمثل المجتمع بأكمله، وهي مصرة على إتمام مهامها في هذا المنحى على أكمل وجه. المرأة عندها كثير نقاط قوة، إذا اشتغلت عليهم بشكل مضبوط فهي رح تقدر تعمل التغيير المطلوب بالمجتمع وبالواقع، وهذا الشيء اللي بيخليني أني استمر بكل نشاطاتي الثقافية والاجتماعية أو النشاطات اللي بتخليني أني وصل قضية شعبي للمحافل الدولية. مشان هيك بدعو كل النساء انه هن يتحرروا من القيود المجتمعيه لحتى يقدروا انه ينتقلوا بالمجتمع لمستوى اعلى من الوعي.